بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنشوف مع بعض بقى دلوقتي إزاي نقدر إن إحنا نكاري التيبل علشان نحط البيانات جواه. عندنا أكتر من أمر بالنسبة للتيبلز. عندنا أمر الكرييت علشان نقدر إن إحنا نعمل كرييت لتيبل، وعندنا أمر الألتر علشان نقدر نستبدل بعض من البيانات، أو أنا آسف الأعمدة داخليا، او نعدلها او نعزفها او نضيف عليها جوه التيبل نفسه. وعندنا كمان امر زي دروب تيبل عشان نقدر ان احنا نعمل دروب للتيبل تماما، وعندنا امر زي ترانكيت علشان نقدر نفضي التيبل تماما من الايه الداتا اللي جواه. طبعا لما نيجي نبص مع بعض هنا هنلاقي ان احنا علشان نكري التيبل عندنا طريقه بسيطه جدا جدا، وهي امر اسمه كرييت تيبل. بس كرييت تيبل ممكن تستخدمه باكتر من استخدام. في الحقيقه لما تبص على المانيوال على ماي اس كيو ال هتلاقي ان كرييت تيبل ده امر كبير قوي قوي قوي، بيحتوي على العديد من الديفينيشنز، لكن انا اختصرت لكم الحاجات المهمه اللي انتم محتاجينها فعلا علشان تبداوا ان انتم تشتغلوا، مع ان احنا ناخد وقتنا في ان احنا نعرف برضو الحاجات الباقيه دي، لانه ممكن منها اللي هيدرس برضو لسه قدام في الكورس بتاعنا، ومنها اللي انتم ممكن تكونوا محتاجين تعرفوه للمعرفه او للتعمق بعد كده مستقبلا لو حابين تشتغلوا في الليفل ده. وبالتالي الامر اسمه امر كرييت تيبل، طبعا اوبشنال اف نوت اكزيست، زي بالظبط الداتابيز. بتحط التيبل نيم بتاعك، وبعدين ما بين قوسين بتحط بقى الكرييشن ديفينيشن. الكرييشن ديفينيشن بقى بتكون من الاخر عباره عن الاعمده اللي موجوده وانواع البيانات بتاعتها، والخصائص لو حبينا ان احنا نحط خصائص، وكونسترينز لو احنا برضو حبينا نحط كونسترينز. وبعدين عندي تيبل اوبشنز، ودي هنشوفها ان شاء الله في اخر المحاضره المتعلقه بالتيبلز نفسها. ممكن نعمل كده وبالتالي عملنا جدول فاضي مفيش فيه اي بيانات نهائيا، وممكن تعمل جدول اكنه بالظبط صوره زي جدول بالظبط في نفس الاستراكشر بتاعه، وهنا بقى بتستخدم جمله كرييت تيبل التيبل نيم، بس بتقول لايك وبتشاور على التيبل اللي انت عايز تعمل زيه بالظبط في الاستراكشر، او ان انت تكون عايز تعمل تيبل معين بس بعد كده تملاه بيانات معينه على طول، او تملاه بيانات على طول. وبالتالي هنا عندك create table، table name، creation definition، والtable options لو حبيت، وبعد كده select statements، جملة قراءة عشان تجيب لك البيانات اللي هناك في الجدول الجديد اللي انت حطيته، وهكذا. فممكن تكون انت بتعمل نفس التيبل بالظبط، بس هتزود عليه عمودين ثلاثة وهتسميه باسم جديد. فبالتالي هو هيجيب لك كل البيانات، هيحطها في كل الحقول اللي نفس الاسم بالظبط، ولو في حقول زيادة هيسيبها فاضية زي ما هي. تعالى نعمل مع بعض مثال عملي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكونكت هنا مع بعض على ماي اس كيو ال، ماي اس كيو ال يوزر نيم روت باسورد، وهقول له كرييت داتا بيز. تعال نشوف الاول في داتا بيز اسمها كمباني ولا لا. شو داتا بيزز، مفيش عندي كمباني، يبقى كرييت داتا بيز كمباني كاركتر ست يو تي اف 8 كوليت يو تي اف 8 اندرسكور جنرال اندرسكور كيس انسنسيتيف. عملنا الداتا بيز، نستخدمها بقى عشان نقف عليها. يوز كمباني، يوز هو الامر اللي بيدي لك ايه، بيدي لك داتا بيز تشينج، يقول لك انا بقى واقف دلوقتي على الداتا بيز دي. تعالى مع بعض نشوف كده في تيبلز ولا لا. شو تيبلز، شوف الاوامر معايا، ما عنديش اي تيبلز دلوقتي. طيب تعالى بقى نكري تيبل نحط فيه الموظفين بتوعنا. انا عايز اعمل لكل موظف اي دي، مفتاح اساسي، وعايز اعمل الاسم بتاعه، وعايز اعمل العمر بتاعه، وعايز اعمل سالري، وعايز اعمل ادرس، وممكن كمان اقول بوزيشن معين على سبيل المثال. تيجي نشوف مع بعض، تعالى نشوف مع بعض. كرييت تيبل اسمه امبلويز، شوف بالمنظر ده كده. كرييت تيبل امر، امبلويز اسم التيبل، ما بين قوسين بقى احط الكرييشن ديفينيشن. هحط الاول خانه مثلا زي خانه امب اي دي بالشكل دي، او مثلا امب اندرسكور اي دي. في قواعد البيانات غالب الناس بتحاول ان هي تستخدم الاندرسكورز كتير غير الكامل كيس اللي احنا بنستخدمها في البرمجه لو تفتكروا معايا. فقول مثلا امب اندرسكور اي دي هو عباره عن، عندي كم موظف في الشركة؟ والله هم ممكن مثلا يكونوا شركة من
300 400 موظف، 500 موظف، ممكن يبقوا 1000 موظف كمان سنتين، 2000 3 اوكي. يعني هيطلع الرينج في الاخر ايه؟ يعني في حدود سمول انتجر، سمول انتجر حلو. يبقى ام بي اي دي سمول انتجر زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا ده بياخد 2 بايتس، يعني الماكسيمم بتاعه كام زي ما حضراتكم عارفين؟ 2 اس 16 كالك مع بعض كده، 2 اس 16 يدينا 65535، شيل الايه الواحد من السته. حلو قوي. طيب ام سمول انت، وهقول مثلا انه على سبيل المثال عندي الرقم ده unsigned، انا مش هسمح بارقام سالب بالمره هنا، يبقى ام سمول انت unsigned هخليه برايمري كي، يبقى ده كونسترينت اهو، حطينا كده ايه فهرس هنا او نقطه هنا بتقول ان ده كي من الكاب بتاعتي، يبقى ده كده برايمري كي اهو. وطبعا هقول له اوتو اندرسكور انكريمنت بهذه الشكل، يبقى ام اندرسكور اي دي سمول انت unsigned برايمري كي اوتو انكريمنت. طيب انا عايز كمان الايدج بتاع الموظف او التاريخ بتاع الميلاد date of birth، نخليها date of birth عبارة عن date، وانا عايزه طبعا not null، انا عايز الخانة دي اساسية، ما هو not null هتجبرك انك تحط ايه، تحط قيمة. طيب انا عايز كمان ان انا اجيب الادرس بتاعي، الادرس بتاعي مثلا ونفترض عبارة عن 60 70 حرف بالكتير قوي، متغيرين طبعا 80 90 50 20، يبقى على طول varchar من نقول مثلا maximum of 50 characters. طيب انت عايز ده اساسي ولا مش اساسي، نال ولا نوت نال؟ لا انا عايزه نوت نال. حلو قوي. طيب عايز انه انا على سبيل المثال يكون عندي زي ما قلت لكم خانه للسالري، سالري عباره عن ايه بقى؟ ارقام، ارقام عشريه، اه فلوت ولا دبل ولا ديسيمال، امور ماليه، يبقى على طول ايه ديسيمال. طب السالري كام على سبيل المثال؟ والله السالري ممكن يكون مثلا بيبدا معايا من 1500 وانت طالع، على حسب بقى، في كسور اه ممكن يكون في كسور، يبقى انا هعمل مثلا السالري ديسيمال، ممكن يكون اب تو مثلا 20000، نقول مثلا 20000 الماكسيمم بتاعي، يعني خمس ارقام، خمس ارقام، ممكن يكون في بعض العلامه العشريه كام رقم بالكتير، رقمين اوكي. طب التوتال كام؟ سبع ارقام منهم رقمين بعد العلامه العشريه، يبقى 7.2. انا بقى عايز اعمل ديفولت فاليو هنا 1500 بهذه الشكل. ليه بقى؟ علشان لما اجي على سبيل المثال ما احطش هنا قيمه ياخده هو من نفسه 1000 وكام و500. خد بالك انا ما حطيتش هنا نوت نل، يبقى معنى ذلك ان انا ممكن احط هنا ايه نل. حلو قوي. طيب انا عايز مثلا على سبيل المثال كمان اقول هل هو الجندر ميل ولا فيميل، مش اكتر من كده. ايه رايكم لو عملنا الجندر دي عباره عن اينم من ميل او فيميل، وانا اقول له انه هي نوت نل وانه الديفولت بتاعها ميل كده. حلو كده، جميل. طب ايه رايكم لو قلنا احنا عايزين البوزيشن بتاعه، البوزيشن بتاع الموظف ده، البوزيشن بتاع الموظف مثلا ده عباره عن كلمه ممكن اخرها يكون 15 حرف 20 حرف، يبقى فورتشر من 20 حرف نوت نل، انا عايز الايه القيمه دي. عايز بقى احط مثلا حاجه زي السيريال نمبر، ده بقى رقم ثابت دايما من 30 حرف، يبقى char of 30 not null. لو انا جيت بقى قفلت القوس بهذه الشكله اللي انا فتحته فوق وجيت حطيت سيمي كولون وقمت دايس انتر، هيقول لي كويري اوكي تم عمل الجدول بنجاح. شو تيبلز، تيبل اسمه امبلويز. طب خد بقى الامر ده بقى، ديسكرايب employees، ادي الجدول بتاعي. الفيلد اسمه ام بي اي دي، هو سمول انتجر خمس ارقام unsigned
not null هو primary key و auto incremented. ال date of birth عبارة عن date طبعا بالنسبة لي هنا not null وما فيش اي خصائص اخرى. ال address بتاعي عبارة عن varchar من 50 character not null. ال salary بتاعي ممكن يكون null هو decimal. 7 ارقام total منهم رقمين بعد العلامة العشرية والافتراضي 1500. الجندر بتاعي إنم مكونة من كنتين بس ميل أو فيميل هي مطنل بس الديفولت بتاعي إيه؟ ميل. البوزيشن بتاعي فورتشور من 20 حرف نل لا مطنل ديفولت لا إكسترا لا. طب سيريال نمبر تشور من 30 حرف نل ولا لا لا مطنل وفي الآخر ما عنديش أي خصائص. وكده حضراتكم شفتوا معايا ازاي اقدر ان انا اعمل الجدول لان انا كده عملت جدول كامل من الالف للياء لا يحتوي على اي بيانات لان احنا لسه حتى ما دخلناش اي بيانات بالمره. اذا احنا عملنا جدول اولاني مثلا اسمه employees. تعالى مع بعض بقى نفكر نستخدم كمان مجموعه اخرى من البيانات. تعالى مثلا نعمل جدول تاني للامبلويز دول بس احنا مثلا هنسميه اللهم ذكرني يا رب اللهم ذكرني يا رب. تعالى مثلا نقول على سبيل المثال جدول للمرتبات مثلا create table. شوف بقى حضراتكم معايا انا هسمي الجدول ده ايه؟ هسميه salary transactions بهذه الشكل عمليات السالري. انا عايز دايما برايمري كي لكل ريكورد عندي فهقول له مثلا ريكوردز اي دي. ده ممكن يكون عمليات كتير قوي لانه ممكن الشركه تشتغل بالسنين فتعدي ارقام كتيره جدا جدا. فايه رايكم ميديوم انت ولا انت؟ والله ميديوم انت احنا عارفين ان هو الرقم بتاعنا شوف كده مع بعض 2 اس 24 مليار و لا 16 مليون 777,216. هل ممكن نوصل للرقم ده؟ انت بتحسبها مع نفسك بقى في هذه الشكل. فلو انا عايز ميديوم انت يبقى ميديوم انت. لو شايف ان الرقم ممكن يتجاوز ده يبقى احنا هنحط هنا ايه الاكبر منه شويه اللي هو الانت. وطبعا الانت 2 في 2 انا اسف اس 32 يعني 4 مليار 294 مليون وهكذا. يبقى عايزين انت. طيب نحط انت unsigned not null primary key auto increment. دلوقتي بقى انا عايز اقول انه الموظف ده على سبيل المثال ولنفترض خد المرتب ده الشهر ده. حلو كده؟ حلو الكلام ده. طيب تعالى معايا كده بص انا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هل اكتب هنا اسم الموظف يعني imp underscore name بهذه الشكلة ولا اعمل ايه؟ طبعا احنا لسه هنتكلم عن العلاقات بين الجداول وبعضها البعض لانه قد يكون هناك بيان في جدول معين انت تحتاجه قد يكون هناك اكثر من بيان انت تحتاجه. وبالتالي هنا بقى انت بتفكر انا ممكن اربط الجدول ده بالجدول ده ممكن عن طريق ايه؟ بدل مثلا ما اقول الامب نيم ايه رايكم لو خدت المفتاح الاساسي اللي هنا ده وحطيته هنا؟ ليه بقى؟ علشان لو انا حبيت في اي وقت من الاوقات اجيب السالاريز دي كلها وارصها قدامي في جدول كده اقدر كمان بسهوله عن طريق الاي دي بتاع الايه؟ بتاع الامبلوي اللي هو الامبلوي نفسه او الموظف ان انا اجيب بياناته كلها يعني مش النيم بس ولا الديت اوف بيرث بس لا انت حر بقى. اذا انا كده انا منطقيا فقط مش حقيقه منطقيا لو قلت هنا الامب اي دي يبقى ده كده هو الامبلوي اي دي بتاعي هنا الفرعي اللي موجود هنا كمفتاح ايه اساسي وده بيسموه المفتاح الثانوي بس في الحقيقه هو دلوقتي مش مفتاح ثانوي لان احنا لسه ما عملناهوش مفتاح ثانوي. احنا لسه هنتعلم ازاي نعمل مفاتيح اساسيه وثانويه. عرفنا ازاي نعمل مفاتيح اساسيه انا بقى هوريك بعد كده ان شاء الله ازاي تعمل مفاتيح ثانويه تربط بيها المفتاح الثانوي بمفتاح اساسي وكمان تبدا تعمل عمليات في حاله لو المفتاح الاساسي ده حصل عليه ابديت او ديليت على سبيل المثال ودي مهمه جدا برضو هنعرفها. وبالتالي انا هقول هنا انه انا عندي الامب اي دي
بس لازم يكون الام بي اي دي مطابق. يعني هو هنا سمول انت 5 unsigned يبقى على طول سمول انت دي رقم واحد unsigned not null. حلو قوي. طيب انا عايز بقى اخد على سبيل المثال ونفترض القيمه اللي اتدفعت بالفعل اللي هي البيد سالري. ليه بقى؟ لانه انا عندي على سبيل المثال في الشركه مجموعه من العوامل فيها ضرائب بطبقها على المستخدم، وكل مستخدم مثلا من الموظفين دول عنده قيمه معينه من الضريبه. طيب انا دلوقتي عرفت ان انا ممكن اضيف مجموعه من الكولونز، اقدر اعدل كمان واقدر احذف واقدر اضيف كولونز زياده ودي لسه هنشوفها. لكن خلينا دلوقتي احنا مثلا قلنا انه خلاص انا لما جيت اسيف خدت السالري بتاع الموظف خلاص ما عنديش اي مشاكل نهائيا، وحطيت عليه قيمه معينه زي مثلا قيمه ثابته على الشركه كلها 3% من الايه من السالري بتاعك. فقمت قايل ايه بيت سالري بقى عباره عن ايه ديسيمال من 7 ارقام و2 بعد العلامه العشريه، وانا عايزه نوت بهذه الشكل. وعايز بقى ان انا كمان اعمل اوتوماتيكيا التايم ستامب بتاعي على الريكورد ده، او ممكن لو هو اتابديت ونفترض كان قيمه وانا زودت القيمه او نقصتها، فعايز اتابع امتى حصل اللاست ابديت ده. فممكن مثلا احط قيمه اسمها لاست ابديت، هو حصل ابديت على الريكورد ده امتى. التايم ستامب بقى هنا في الحاله دي لو انا قلت تايم ستامب، التايم ستامب يا جماعه بيتاخد اوتوماتيكيا لما يحصل دايما اي ابديت على الريكورد. يعني غيرت اي معلومه في السجل كله اللي هو الصف كله في الجدول بتاعك بياخد على طول تايم ستامب جديد. فانا هقول له هنا تايم ستامب نوت نال. وممكن مثلا اجي اقول انه انا عايز احط هنا ونفترض الابلايد سالري، انا اسف الابلايد تاكس مثلا اللي هي الضريبه المطبقه ونفترض عشان بس الموظف يعرف اتخصم منه قد ايه. فهم قايل مثلا ده عباره عن ديسيمال، ممكن نقول مثلا 3% يعني 3 من 100 يعني بالكثير قوي ايه 0.03. هم ثلاث ارقام على بعضيهم منهم 2 بعد العلامه العشريه، يبقى ديسيمال من ثلاث ارقام منهم 2 بعد العلامه العشريه، وممكن اخلي ده نل فاضي زي ما هو كده. تعالى بقى نقفل ونعمل كده اهو. يبقى كده عندنا شو تيبلز جدولين امبلويز وسالري ترانزاكشنز. طبعا حقيقه لا يوجد اي علاقه حقيقيه في ماي اس كيو ال دلوقتي تربط السالاريز اللي هي الترانزاكشنز دي بالامبلويز، لكن احنا مثلا بينا وبين بعض عارفين انه انا ممكن يبقى عندي هنا في خانه السالري ترانزاكشن اللي هي الامب بيد الامب اي دي. الامب اي دي هو الامب اي دي اللي موجود هنا. لو عملت ديسكرايب دلوقتي للجدول اللي اسمه سالري ترانزاكشنز هيقول لي عندك ريكورد اي دي امب اي دي بيد سالري لاست ابديتد وابلايد تاكس، واحد منهم انتجر انسايند برايمري كي، واحد سمول انسايند سمول انتجر، واحد ديسيمال، واحد تايم ستامب، وديسيمال زي ما حضراتكم شايفين. طب انا بقى دلوقتي عايز مثلا اقول ان الموظفين دول بيحطوا لي ريبورت دايما بنفسهم كل مره في قاعده البيانات عندي، فهعمل دلوقتي جدول اسمه كرييت تيبل ام ريبورتس بالمنظر ده كده. جميل الكلام ده؟ جميل الكلام ده. طيب امب ريبورتس انا عايز ريكورد اي دي على طول بقى، ممكن يكون ريبورتات كتير قوي. امب اي دي انا اسف ريكورد اي دي انتجر انسايند نوت نل برايمري كي اوتو انكريمنت. حط لي بعد اذنك الامب اي دي عشان اربطه كده وهميا بالجدول بتاع الامبلويز عشان انا اعرف. امب اي دي عباره عن سمول انت unsigned not null. طيب انا عايز كمان الريبورت نفسه بقى الكونتنت بتاعه. الكونتنت بتاعه عباره عن تكست، بس انا عايز بقى الكاركتر ست تكون لاتين 1، اصل انا عندي مجموعه من الموظفين غير العرب وبيكتبوا حروف زي مثلا فيها اكسون او كده، فعايز اللاتين 1 تكون مناسبه معايا مثلا ولنفترض. او عايز مثلا الريبورت تكون بالانجلش فقط مش بالعربي انا اسف، بس اللاتين 1 هيوفر لي مجموعه فقط بس غير يو تي اف 8 اكبر بكتير، فهيوفر لي مجموعه الايه الكاركترز دي. فاقول له مثلا ايه كونتنت تكست كاركتر سيت لاتين 1 وانا عايزه نوت نال.
عايز اعرف هو اتكريت امتى، فاقول مثلا date time. وعايز اقول انه الديفولت بتاعه افتراضيا لو انا المبرمج ما حطش القيمة دي، الديفولت بتاعه على سبيل المثال هو now. دي function من ضمن functions اللي ان شاء الله هندرسها في date times واحنا شغالين. وعايز اقول last updated لو الموظف فتح الريبورت وعدل عليه، اقول فيها تايم ستامب بهذه الشكلة. شوف حتى تايم ستامب بيقول لك ايه الديفولت بتاعها من نفسه كرنت تايم ستامب، ودايما لما يحصل ابديت اون ابديت بيقوم هو حاطط التايم ستامب الجديد. فانا حطيت هنا فعلا تايم ستامب وقمت قايل له ايه نوت نال. يبقى كده عندي كام جدول؟ ثلاث جداول، ثلاث جداول بيوصفوا البيانات زي ما حضراتكم شايفين. جيت انا بقى وقمت جاي متفزلك وقمت قايل ايه انا عايز اعمل جدول اسحب فيه الفاكسات بتاعتي واسيبها زي ما هي صور كده بس في قاعده البيانات. فهعمل ايه بقى؟ كريت تيبل اسمه فاكس كوبيز. ونفترض انا عايز ريكورد اي دي عباره عن انتجر انسايند نوت نال برايمري كي او تو انكريمنت، وعايز احط الامب اي دي اللي حط لي السكان ده طبعا سمول انت unsigned not null. وعايز بقى الداتا نفسها، الداتا نفسها 65535 كاركتر بالنسبه للبلوب. صح الكلام ده؟ صح. نعمل بلوب، شوف حجم البيانات عندي في الاخر هتوصل ليه. شايف بلوب مناسب يبقى اعمل بلوب. حلو قوي. يبقى هقول بقى ايه السكان كوبي عباره عن بلوب زي ما حضراتكم عارفين نوت نال بهذه الشكل. يبقى انا كده عندي البيانات بتاعتي هتتحط باينري في خانه ايه السكان كوبي. انا بقى هاخد السكان ده والصوره دي احولها او اقراها في شكل باينري داتا، واخد الداتا دي واقوم جاي ايه راميها عندي في قاعده البيانات. حلو قوي الكلام ده. احنا بنحاول نشوف كل ما هو ممكن استخدام في ايه، هو ليه صغير كده بالمنظر ده، استخدام كل ما يمكن من ايه من انواع للبيانات. طيب انا عايز مثلا احط هنا ونفترض كريت تيبل اسمه كمباني كاستمرز كاستمرز كده بالشكل دي. تمام. عايز احط ريكورد اي دي، احط ريكورد اي دي، احط اي دي، احط كاستمر اي دي، احط زي بص انا ممكن اكتب كده كاستمر اي دي اهو كاستمر اي دي انتجر unsigned not null primary key auto increment. عايز كمان احط مع حضراتكم على سبيل المثال النيم، النيم فور شور من مثلا ولنفترض 60 حرف نوت نال. وعايز احط الادرس فور شور من 50 حرف. وعايز احط معاكم هنا بقى على سبيل المثال ولنفترض ايه اللي ممكن نحطه نعمل فيه ايه رايكم لو قلت الايميل؟ الايميل بقى هنا انا عايزه فورتشر من مثلا 60 حرف نوت نال ويونيك، يعني ما يكررش بالمره. حلو كده. برضو فون نمبر عباره عن رقم في شكل نص مثلا زي فورتشر من 12 حرف ماكسيمم، وده نال مش فارق معايا. عندنا مشكله فين في فون نمبر؟ كلمة يونيك هي اللي غلط. اي كيو اي بالمنظر ده. شو تيبلز، يبقى عندي كده كام تيبل؟ خمسة تيبلز. كمباني كاستمرز، امبريبورتس، امبلويز، فاكس كوبيز، وسالري ترانزاكشنز. ديسكرايب سالري ترانزاكشنز. حلو. ديسكرايب فاكس كوبيز، فاكس
كوبيز، ريكورد اي دي، امب اي دي، وسكان كوبي. طيب عايز مثلا على سبيل المثال كمان اقول ونفترض انا عايز ايه تاني، الامب ريبورتس شفته نشوف مع بعض كده ديسكرايب الامب اندرسكور ريبورتس، شوفوا كده مع بعض ريكورد اي دي، امب اي دي، كونتنت كرييتد و لاست ابديتد. هتلاحظوا معايا هنا ان هو باي ديفولت هنا كرييتد دي تايم هو ممكن يكون نل، بس الافتراضي بتاعه الكرنت ايه، الكرنت تايم ستامب. كده احنا شفنا مع بعض ازاي نقدر نستخدم امر زي امر كرييت تيبل. عشان تعرف بقى التيبل بتاعك اتكريت ازاي في قاعده البيانات، احفظ معايا الامر ده، شو كرييت تيبل، واكتب اسم التيبل بتاعك زي مثلا امب اندرسكور ريبورتس اهو. شوف هو اتكريت ازاي بامر كرييت تيبل امب ريبورتس، ريكورد اي دي انتجر من 10 انسايند نوت نال اوتو انكريمنت، امب اي دي ده ريكورد اي دي سمول انت من 5 انسايند نوت نال، الكونتنت كان تكست، الكاركتر سيت بتاعه لاتين 1 نوت نال، كرييتد كان ديت تايم ديفولت كارنت تايم ستامب، طبعا هو من نفسه بالفانكشن اللي هي كانت ناوي ان انا حطيتها، لاست ابديتد تايم ستامب، وهو حط بقيه الكونسترينتس من نفسه بعد نوت نال، قال لك الديفولت هو الكارنت تايم ستامب، واون ابديت حط لي كارنت تايم ستامب. طبعا من نفسه هو قال لك البرايمري كي هنا هو الريكورد اي دي، ده فيز جديد اهو استخدمه اهو، وفي الاخر بقى حط لي حبه اوبشنات بعد ما قفلت القوس، اهي دي بقى التيبل اوبشنز، زي ان هو خلى الانجن انو دي بي والديفولت كاركتر سيت اليو تي اف اي 8. لو رحنا مع بعض هنا بقى على كرييت تيبل ماي اس كيو ال اهو، ورحنا على الامر نفسه امر كرييتنج ا تيبل اهو، نرجع باك اهو، ده امر كرييت تيبل زي ما حضراتكم شايفين، شوفوا هو كبير فعلا معايا، بس انا عندي هنا مجموعه من التيبل اوبشنز اهي. التيبل اوبشنز دي بقى لو نزلنا تحت مع بعض كده يا شباب هنلاقي عندنا هنا انت ممكن تكتب الانجن بيساوي مثلا انجن نيم، الاوتو انكريمنت مثلا على سبيل المثال، ونفترض الاوتو انكريمنت بتاعتي ببساطه شديده جدا ممكن تكون مثلا بتبدا من صفر زي ما احنا عارفين، بس ممكن تكون 5 10 15 ابدا من 20 ابدا من 30، فلما تحط اوتو انكريمنت بيساوي قيمه معينه هو هيبدا يعد لك بقى من ايه، من بعد الايه، من بعد القيمه دي. عندي برضو حاجات زي الديفولت اللي هي ديفولت كاركتر سيت، او كاركتر سيت بيساوي كذا، كومنت معين انت حابب تحطه، وهكذا. شوف طبعا مجموعه كبيره من الايه، من الاوبشنات اللي انت ممكن تشتغل عليها، ده غير بقى طبعا الناس اللي ممكن تدرس ادمنستريشن وتعرف البارتيشننج والبارتيشن اوبشنز والبارتيشن ديفينيشنز، في حاجات كتير فعلا ممكن انت تشوفها وانت شغال على الامر ده، لانه امر بجد كبير مش صغير. احنا خدنا منه حاجات بسيطه احنا نقدر نكريت بيها التيبلز مع مجموعه الداتا اللي جواه والاوبشنات او الاتريبيوتس والكونسترينتس او القيود اللي خاصه بيها هذه البيانات، وبعض من التيبل اوبشنز اللي احنا ممكن نستخدمها. زي ما انت عملت كده بقى ممكن تيجي تقول ايه، انا عايز اعمل كرييت تيبل بس اسمه المره دي مثلا امب اندرسكور ريبورتس اندرسكور، ونفترض ام اي ان، يعني مينيفايد فيرجن، يعني فيرجن صغيره من الايه، من الكلام ده كله. انا بقى عايز ده بالظبط زي اللي ايه اللي فوق، بس هبقى اعدل فيه بعد كده. فهم قايل بقى ايه، لايك وهم قايل امب اندرسكور ريبورتس كده. في الحاله دي بقى لو جيت عملت شو تيبلز هلاقي عندي هنا انه انا عندي فعلا حاجه اسمها امب اندرسكور ريبورتس اندرسكور من، لما تيجي تعمله ديسكرايب امب اندرسكور ريبورتس اندرسكور ام اي ان هتلاقي ان هو تيبيكال زي الايه، زي الامب ريبورتس. طبعا انت ممكن تكون عايز تعمل كده لكنك هتعمل دروب مثلا لخانه معينه، او تغير من خانه معينه مثلا من نوع لنوع تاني، زي مثلا ان انا حابب اغير من الكونتنت بتاعي من تكست الى فورتشور، انا بس عايز سمري، سمري من 70 80 حرف او 100 حرف او 200 حرف بالكثير او مش اكتر من كده، وهكذا. وبالتالي هنا زي ما حضراتكم شفتوا معايا ببساطه شديده جدا قدرنا ان احنا نستخدم امر كرييت تيبل علشان نكريت تيبل من الالف للياء فاضي، او تيبل زي تيبل معين. ممكن انا اجي اوريكم مثال حقيقي مثلا، او قايل ايه، بصوا كده كرييت تيبل
ونفترض مثلا اللهم ذكرني يا رب، قول مثلا ايه لايك. انا عندي قاعده بيانات هنا ممكن اخد منها مجموعه من البيانات، زي مثلا اي ال في مثلا، مثلا يعني. طيب انا هقول له بقى ايه هنا بقى، انا عايز الاول اقول اسم التيبل ده، انا اصلا على داتابيس ثانيه، فهنا بقى لازم تحط الاول اسم قاعه البيانات بتاعتك اللي هي اي ال في دوت، وبعدين احط اسم التيبل بتاعي اللي في قاعه البيانات دي، ونفترض مثلا اسمه اب اندرسكور يوزرز. بس انا بقى هقول له ايه بقى، هقول له سيلكت اول فروم اي ال في دوت اب اندرسكور يوزرز. شوف بقى هنا معايا لما تيجي تبص هتلاقيه بيقول لك ايه لايك هنا ما تنفعش. ليه؟ لان انت هنا بتقول له سيلكت اول فروم تيبل معين. انا ممكن اعمل تيبل زي ده بالظبط واقوم قايل له بقى ايه سيلكت بعد اذنك ايه التيبل ده. طب هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بص معايا كده اهو، كرييت تيبل لايك، بس الكلام ده حقيقي. طب ليه؟ لان انت بص شديده جدا جدا نسيت تعمل كده. يوزرز، طب بص معايا تاني كده، سيلكت اول فروم الف دوت اب اندرسكور يوزرز. طب ايه هنا المشكله معايا بقى؟ المشكله هنا معايا ان انت استخدمت لايك خلاص، يبقى انت هنا اتاكدت فعلا ان انت ما قدرتش تجمع ما بين الايه، ما بين الاثنين. انا لو كنت جيت عملت كده بهذه الشكله كان طلع معايا، ولو قلت له على سبيل المثال ديسكرايب يوزرز هيقول لي اتفضل حضرتك ادي ايه اليوزرز اللي انت حطيتهم، ونفترض على سبيل المثال. بس في داتا؟ مفيش داتا. انما انا بقى في الحاله دي لو عايز اعمل حاجه زي كده ممكن بقى ان انا بسهوله جدا جدا اعمل التيبل واقول له بعد اذنك سيلكت اول فروم التيبل اللي انا حددته. وفي هذه الشكلة ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض برضو مثال نقدر ان احنا نعمله جوه قاعده البيانات بتاعتنا، واسلكت كمان الداتا بتاعتي من جوه كمان جوه قاعده البيانات بتاعتنا لما نخش في جمل الانسرت، ودي قريب جدا ان شاء الله عشان ادخل معاكم امر او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه من البيانات، وبعدين يبقى عندي جدول كامل اقدر اقرا منه ببساطه، واقدر كمان اعمل جدول تاني زيه بالظبط بيحتوي على نفس البيانات ونفس الاستراكشر. اشكركم جدا واشوفكم في المحاضره الجايه على طول، هنتكلم فيها بقى عن امر مهم جدا برضو للتيبلز، بس اسمه امر الالتر. الالتر بقى ان احنا عندنا اصلا اكزيستنج تيبل لكن بقى عايزين نعدل فيه، ممكن نبقى عايزين نضيف كولون او نعدل كولون او نتشينج كولون من كولون للتاني او ان احنا ندروب كولون معين. اشكركم واشوفكم في المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.